في الموسم الماضي بتومر أفلح في الوصول. جول جول جول، الواحد صفر الآن. سالم دروبي يسجل هدف أول في مجريات اللقاء، يستغل كرة عرضية ويسجل هدف التقدم. إذا سالم دروبي يفتتح النتيجة في شباك بيت عمر بعد مرور 25 دقيقة. أفلح فريق القوات في افتتاح النتيجة وتسجيل هدف التقدم في ظل غرابة، في ظل عدم تفاهم، عدم تناسق بين لاعبي بيت عمر. واللقطة تعطي كل الإفادة. حاليا فريق القوات عن طريق هذا اللاعب بالرقم 2 سالم دروبي، شوف كرة هيثم خير الله ورأسية سالم دروبي بعمق الدفاع، دفاع أسود. حذاري، جول، هدف ثاني سريع لفريق القوات. هدف سريع 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 سريع، محمد عماد يسجل الثاني بطريقة سريعة مفاجئة مباغتة لفريق القوات. يأتي الهدف الثاني حاليا عن طريق اللاعب محمد عماد قزوع بالرقم 10، كرة هيثم خير الله بالعرضية والرأسيات القاتلة، رأسية قاتلة لفريق القوات في شباك بيت عمر. لم تعطي بيت عمر أي فرصة لاستعادة الروح ولاستعادة التوازن. نتيجة لفريق بيت عمر بعد ركلة ركنية أتت من معن أبو عياش في صندوق الجزاء، لم يتعامل معها فريق القوات بالشكل المناسب، بيسراه على يعني يسار الحارس جهاد جراد، تمكن فريق بيت عمر من تعديل النتيجة. 1-1، نعود إلى نقطة البداية حاليا. محمد حميدات باليسار صوب على المرمى وعدل النتيجة وعاد باللقاء إلى نقطة البداية. قزح الآن يمرر انطلاقة ليس فيها تسلل، مهند عوض، جول 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 جول، الثالث حاليا يأتي عن طريق مهند عوض. مهند عوض يسجل ثالث أهداف فريق القوات في هذا اللقاء. مهند عوض لعب على الصافرة، ظن أنه في موقف تسلل لكنه أكمل الطريق السهلة، الطريق التي توصله لشباك بيت عمر. تدخل الثاني بمعنويات أعلى، حذار الآن لفريق القوات. هيثم خير الله، جول 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 جول، هيثم خير الله يسجل الرابع حاليا. مهرجان في استاد الحسين بن علي في مدينة الخليل، مهرجان من الأهداف. ابن القوات المتمرد يغرد الآن، يغرد هيثم خير الله بهدف رابع، هدف جميل جميل جميل، يسجل فريق القوات بعد ركلة ركنية ومتابعة واستلام وتسديد ما بين 6 مدافعين. بغرابة دفاعات بيت عمر تتفرج في اللقطة الأخيرة، تكتفي بالمشاهدة، تكتفي بالمتابعة. صارت 4-1 النتيجة. محمد قزع في اليسار، يا السلام على الكرة البينية الجميلة، خير الله يراوغ، الله الله، جول، لا جول 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 جول، خلاص الخامس ياتي. مهرجان طوفان طوفان طوفان
من الأهداف يغرق شباك بيت أمر بطريقة جميلة جدا، يسجل الخامس فريق القوات. يحسب هذا الهدف لبراعة لمهارة هيثم خير الله في الدقائق الأخيرة. يفلح هنا زياني اللي هو هيثم خير الله، راوغ بطريقة جميلة محمد مصري من سجل بيسراه خامس الأهداف. هنا المراوغة والفاصل المهاري الجميل والدفاعات المضروبة، الدفاعات التائهة، الدفاعات الضائعة، الدفاعات الضعيفة. محمد المصري والبينية، حذاري حذاري حذاري، جول جول سادس. الرحلة انتهت، نصف دستة من الأهداف، سادس الأهداف يأتي عن طريق اللاعب محمد المصري حاليا بانتظار إعادة سادس الأهداف. 6-1 في النتيجة، نتيجة كبيرة. يرد الاعتبار فريق القوات كرة المصري لإسماعيل براهما. إسماعيل توغل ولعب لهيثم خير الله، هيثم يسجل السادس للقوات والثاني له، ويترك الحارس يردد هزمتني وقلقت فيني راحتي وخليتها باللون الأبيض رايتي. نعم، حارس مرمى بيتمر